بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد رسول الله. لقد أرسل الحق تبارك وتعالى رسلا ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومن هؤلاء الرسل والأنبياء سيدنا نوح عليه السلام، فهو أول الرسل، وهو من أولي العزم من الرسل. وأولو العزم هم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإبراهيم، وموسى، وعيسى عليهم السلام، وهم الخمسة الكبار في الصبر على البلاء. ونوح هو ابن لامك، وينتهي نسبه إلى شيث ابن آدم عليهما السلام. المعركة بين الحق والباطل مستمرة طوال الوقت، لكن نوح يدعو قومه ليلا ونهارا، لا يكل ولا يمل أبدا من دعوته، قاصدا بذلك وجه الله الواحد الأحد. ماذا تريد منا يا نوح؟ نحن لا نريد أن نعبد إلهك هذا، لا حاجة لنا به. دعه يا ناكر، إنه يدعي أنه يأتيه الوحي من السماء، وإنه أرسله بدين الحق. لن نعبد إلا آلهتنا. أي أذهب من هنا، أنت يا نوح مجنون. زوجته والها تقول عنه هذا، ولكن أولاده يتبعونه. فيظل هكذا حتى موته، ولن يتبعه أحد من علية القوم وأسيادهم. يا لها من مأساة تعيشها صديقتي الحبيبة، تعيش مع رجل مجنون. هيا يا زوجتي سمراء، ودعي عنك هذا الرجل الغريب، هيا. وقف نبي الله نوح يدعو قومه للتوحيد ولعبادة الله الواحد الأحد وإفراده بالعبادة، ولكنهم أعطوه ظهورهم ووضعوا أصابعهم في آذانهم وغطوا وجوههم بثيابهم.